في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الداخلية لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الشائعات الهدامة ومخططات إسقاط الدول، تواصل الوزارة تنظيم ورش العمل التدريبية في هذا الإطار، حيث عقد مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية 26 تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول للكوادر الإدارية بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون الدولي. استمرت فعاليات ورشة العمل على مدار 5 أيام بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، وتناولت مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل عن طريق بث الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية وكيفية مواجهتها. اتكلمنا كمان عن أبعاد الأمن القومي المختلفة وإزاي كل بعد من أبعاد الأمن القومي أو كل مجال من مجالات الأمن القومي ممكن أنه يتأثر إيجاباً أو سلباً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. المحاضرات أنا شايفة أن المحاضرين أثرونا فعلاً بالأفكار وبالمعلومات اللي ادوها لنا. كنت أعرف مصطلح مخططات هدم الدولة، ولكني ما كنتش عارفة ايه بالظبط دور الجهاز الحكومي، ودلوقتي بقى عندي صورة كاملة واضحة لهذه المخططات واللي اقدر انقلها بصورة مظبوطة بالظبط لزملائي في جميع الوزارات. مصر امانة في اعناقنا جميعا، فواجب علينا ان نجعلها فوق الرأس وامام الاعين، وان نبذل في سبيل الحفاظ عليها كل غال ونفيس، وهذا كله لن يكون الا من خلال الوعي في المجتمع المأمون، حتى تتكاتف كل الجهود لكي نكون جميعا يدا واحدة نبنيها ونشيدها ونعمرها ونحافظ عليها وندفعها دوما إلى الأمام. وقد أشادت الكوادر الإدارية بورش العمل التي تعقدها وزارة الداخلية والتي تسهم في رفع الوعي لديهم وتعرفهم بمفاهيم جديدة وتضفي إليهم معلومات تساعدهم على التصدي لمحاولات الهدم والتشكيك بشكل احترافي. بشكر مركز البحوث وعلى الدورة الرائعة دي، والدكاترة فعلا كانوا على مستوى عالي جدا من الثقافة والمعرفة، استفدت جدا منهم. النهاردة هذه الدورة المقدرة أنا سعيدة بيها جدا، لأنها فعلا بتمس كل إنسان مصري عايز يعني يعرف كتير عن بلده وعايز يطمن إن مصر فعلا ليها رجال بيخافوا عليها وبيحافظوا عليها. كل حد عليه دور وعليه عبء، ان هو اللي استفاده واللي اتنقله انه لازم ينقله في محيطه كمواطن وكادر حكومي. وزارة الداخلية في الوقت الحالي يعني بنحب نشكرهم جدا ان هم بدأوا يرفعوا الوعي لينا كعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على اساس نقدر نواجه كافة المخططات اللي بتواجه الدولة. كمان تأتي ورش العمل هذه إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية رفع الوعي المجتمعي بخاصة لدى الكوادر الإدارية بالدولة لتحصينهم فكريا للتصدي لمحاولات إسقاط الدول بالشائعات والأفكار الهدامة. دورات تدريبية تنظمها وزارة الداخلية بصفة مستمرة لتوعية المجتمع بمخاطر الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية، ما يؤدي إلى تشكيل حائط صد مجتمعي ضد تلك الشائعات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.